السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هكلمكم عن نسبة مهم جدا في عملية الحصر، ممكن استخدمه إن أنا أطلع مساحات من برنامج الأوتوكاد بأسرع طريقة ممكنة. الليزب اسمه Area Calculated Area Button Table، هو ده الليزب. هاجي سحبه كده وأحطه جوه فايل الأوتوكاد، تمام كده الليزب اتحمل معايا على في الأوتوكاد. اختصار الليزب ده اسمه الـ AT، تمام. ازاي اقدر استخدم الليزب؟ اول حاجه انا عايز احصر القواعد دي كلها احطها في جدول، الجدول ده يكون معايا في الاوتوكاد هنا، والجدول ده في نفس الوقت اقدر ابعته للاكسل. فحاجه اقول هعمل لير ايزوليت للقواعد، تمام. عايز ابدا اشغل الليزب، بس مش هيشتغل لان مش الليزب دوت بيعوز بولي لاين، وهو يقدر يحسب الاريا للبولي لاين. هنا انا مقطع القواعد متقطعه عشان السملات زي هنا كده، تمام. فعشان اقفل الحاجات دي كلها عايز اقفلها بطريقه سريعه، هعمل ايه؟ هاجي عامل هاتش، بس الهاتش ده مش اي هاتش، هقول له سيتنج، وحاجه اقول له وانت بتعمل الهاتش اعمل لي باوندري. فانا هعمل الهاتش وهو بيرسم الهاتش هيجي عامل لي باوندري، فهيقفل لي كل الفتحات دي. عشان يقدر يعمل كده هخلي التوليرانس دي اكبر من عرض السميل. عرض السميل عندي 25 سنتي، انا هخليها مثلا 0.4 او 0.3 اي حاجه، تمام. وهبدا اقول له اوكي، هبدا اقول له كده هيبدا يعمل لي الهاتش، وفي نفس الوقت بيعمل الباوندري ليه حوالين الهاتش ده. اول ما اخلص دول كلهم هلاقيه عامل لي باوندري لوحده، اقدر استخدمها في عملية الايه. بعد كده هعلم على الهاتش واقول له سيلكت سيميلر واعمل له ديليت، هو عمل لي الباوندري لوحده، هو ده الباوندري اللي كان بيعمله على الهاتش، هو ده اللي انا محتاجه، تمام. عشان ابدا اشغل الليزب، الليزب اختصاره اي تي، اي تي، واقول له انتر. هقول لي انت عايز تبدا ترقم القواعد منين، هبدا اقول له التركيب من اول الواحد. هقول لي ايه، حط لي نقطة ابدا احط لك الجدول عندها، هقول له انا عايز الجدول هنا جنبي هنا. بعد كده هيبدا يقول لك ايه، بيك اريا او اور اوبجكت. يعني انا ممكن اجي عند كل واحدة كده واقول له بيك، هو بيرقم القواعد لوحده معايا، مجرد انا بس بضغط كليك جوه كل مربع هو ايه بيبدا يرقم، والجدول جنبي عمال ايه يحط فيه المساحات، تمام. ممكن بدل ما اعمل كده اعمل بالاوبجكت ان انا اختار، تمام، اي حاجة من دول، دي او دي شغالة. اي طريقة انا عايزها. ممكن اعلم على ايه دول كمان، تمام. بعد ما بخلص بدوس انتر، تمام. هنا عمل لي الايه الجدول على المساحات دي كلها، حسب لي مساحة كل واحد، تمام. انا الجدول ده اقدر اعلم عليه وكليك يمين واقول له اكسبورت، هصدره مثلا هسيفه على الايه على الديسك توب، واقول له سيف اسمه تيبل. هاجي رايح على الديسك توب هلاقيه هو دوت الفايل اللي هو بعته، هفتحه على الاكسل وصل لي كل الاريا اسمها ايه، 1 2 3 4، التركيم اللي انا مرقمه ومساحة كل واحدة كده، تمام. اقدر اعمل عليها اي عملية حسابية، اقول له مثلا اوتو صم للاريات دي كلها بتساوي كام، وهكذا بقى، واكمل الحصر بتاعي، اعرف مكعبات الخرسانة، اعمل بيه اللي انا عايزه كله، تمام. وده جدول تاني ممكن اخده معايا احطه جنبي جنب لوحة الاوتوكاد، وفي نفس الوقت هو مرقم لي كل قاعدة، قايل لي ان ديت 1 2 3 4، تمام، 5، وهكذا. كل قاعده على الرقم بتاعها، وفي نفس الوقت هنا وفي نفس الوقت في الجدول مساحتها كام. ممكن اعمل حاجه تانية لو في حد متضايق من الـ الفيل اللي بيحطه على الارقام دي، ممكن نخش نلغيه من اوبشن. فحاجه اقول له في اليوزر بريفرنس، هقول اشيل علامة الصح اللي جنب الفيلد دي واقول له اوكي،
بس كده شل علامة الصح، بقى جدول عادي خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.